ازيكم مسألة تانية؟ هنراجع دلوقتي على محاضرة الأكسيديف ستريس أو الفري راديكلز. هناخد ايه أو عناوين المحاضرة أصلا كانت ايه؟ الديفينيشن، التعريف، الجنريشن اللي هو اتكونت ازاي أو العوامل اللي كونتها، الفورميشن كل عامل من العوامل دي يتكون نوع معين، ايه هي الفورم ديت او النوع المعين من الفري راديكلز. السكافنجر انزيم يعني الانزيمات المضحيه زي ما احنا قلنا او الانتي اوكسيدنت. طيب الدمج، ايه هي الدمج اللي بتعمله الفري راديكلز، والكلينيكال سيجنيفيكانس، ايه اثرها او تاثيرها على التيشو او الاورجانز المختلفه، والرول اوف انتي اوكسيدنت، واخر حاجه الاكزامبل اوف انتي اوكسيدنت، ايه امثله على الانتي اوكسيدنت. هنراجع ازاي؟ هنراجع نظام الصورة وهنقول الكلام كله، فركزوا معايا، هو الكلام معظمه في الصورة، فانتوا عايزين بس تبقوا مركزين عشان نبقى ايه واخدين الكلام كله في دماغنا. اول حاجة يعني ايه free radicals اصلا؟ الديفينيشن، اول حاجة من خلال الصورة دي هنعرف الديفينيشن. ايه هو الديفينيشن؟ الديفينيشن بتاع الفري radicals هو ايه؟ هي molecules contain and one or more unpaired electron في ال outer in the outer orbital. يعني ايه؟ يعني الفري راديكلز ديت بتحتوي على ذرة الكترون، هي عبارة عن جزيء او ذرة بتحتوي على الكترون واحد في مستوى الطاقة الخارجي بتاعها، تمام؟ دي معنى الفري راديكلز. هي الصورة اللي في النص ديت الفري راديكلز. امال الصورتين التانيين؟ هي الصورة عبارة عن 3 اشخاص، شخص اللي هو عادي في حاله، وشخص شرير اللي هو الفري راديكلز، والشخص الطيب اللي هو الانتي اوكسيدنت. الهيلسي سيل قاعده في حالها بتعمل الميتابوليزم بتاعها، ايه اللي حصل بقى؟ يبقى الفري راديكلز ديت قلنا ايه؟ ان هي الشخص الشرير والهيلسي سيل قاعده في حالها بتعمل الميتابوليزم بتاعها، فكونت ايه في الغلاف الخارجي للذره فقد الكترون، فبقى في المهم يعني بقى في الكترون انبيرد اللي هو ماشي لوحده مش مزدوج. هو الحاله الطبيعيه ان الالكترونات تمشي مزدوجه، يعني كل اتنين مع بعض، في واحد بقى ماشي لوحده، فده كون الفري راديكلز. جه الشخص الطيب اللي هو الانتي اوكسيدنت عمل ايه؟ قال لها اديها اهوت بالالكترون اللي فاضل، وقال لها خدي الالكترون اللي فاضل واقعدي عشان تبقى ستيبل او ما تعملش اي دمج للسيل اللي حواليه. يبقى المهم اول عنوان عندنا اللي هو الفري راديكلز. عرفنا يعني ايه فري راديكلز؟ هو اي مولكيول في المستوى الخارجي بتاعه في انبيرد الكترون واحد او اكتر، تمام؟ طيب بعد كده الاتش ام بي شنط، او تاني حاجه قصدي من العنوان الجينيريشن، تمام؟ الجينيريشن ازاي بقى بيتم الجينيريشن؟ بيتم الجينريشن من خلال ان هو بيكون الانزيم اسمه او بيكون حاجة اسمها سوبر اوكسايد، تمام؟ احنا الفري راديكلز بنرمز عن يعني بيكون رمزها R اللي هو اي رمز، ودوت دوت ديت يعني فري راديكلز، تمام؟ اسمها ايه بقى ديت؟ اسمها سوبر سكريبتد ايه دوت. الرمز ده بتاع الايه الفري راديكلز. اول ما تشوف رمز وعليه دوت الفري راديكلز اللي هو دي، تمام؟ بيقولك عندنا ان في الجسم بتاعنا بيبقى من 1 لـ 4% من الاكسجين اللي داخل بيحصل له بيكون ايه فري راديكلز. يبقى من 1 لـ 4% من الاكسجين اللي بيدخل جسمي كل يوم بيكون فري راديكلز. بيتكون ازاي؟ احنا عندنا هو بدأ بقى البصوي من اول خالص. عندنا الاتش ام بي شنط بتكون حاجه اسمها النات بي اتش، والحاجات دي واخدينها قبل كده، بانزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز، تمام؟ جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز. النات بي اتش ديت والاكسجين ده بيتحول لحاجه اسمها سوبر اوكسايد اللي هو الاكسجين ده. الفري راديكلز اللي عندنا ده فري راديكلز اكسجين وعليها دوت اهيت اللي هي الايه الفري راديكل، بانزيم اسمه الناد بي اتش اوكسيديز. يبقى انزيم اسمه الناد بي اتش اوكسيديز، في وجود الناد بي اتش بيحول لي بيكون لي الايه السوبر اوكسايد، تمام؟ السوبر اوكسايد بانزيم تاني اسمه سوبر اوكسايد ديسميوتيز بيتحول لي الاتش 2 او 2 اللي هو هيدروجين بروكسيد، والهيدروجين بروكسيد ده اهم فري راديكلز. طب الهيدروجين بروكسيد بانزيم تاني اسمه مايلو بروكسيديز، مايلو بروكسيديز بيتحول لحاجه اسمها هايبو كلوراس.
طب ايه اهميه الهايبوكلورس والسوبر اوكسيد دول اللي اتكونوا دول؟ دولت لهم بكتيريوسيدا الافكت، بيعملوا كيلنج للبكتيريا. تمام، يبقى دي الجينيريشن او خطوات او تكوينها او اتكونت ازاي. يبقى الفري راديكلز عندنا بتتكون ازاي؟ بتتكون ان النات بي اتش الخليه عادي في الجسم بتعمل الميتابوليزم بتاعها. حصل ايه؟ حصل الكترون، حصل ليك او حصل لخبطه في الالكترون ترانسبورت تشين. الالكترون ترانسبورت تشين لما حصل فيها لخبطه ادى الى ان الغلاف الخارجي فقد الكترون او بقى فيه امبيرد الكترون واحد او اكتر. تمام، العمليه ديت اتكونت ازاي؟ اول حاجه ان النات بي اتش دي اتحول لحاجه اسمها سوبر اوكسيد في وجود نات بي اتش اوكسيديز، والسوبر اوكسيد اتحول للاتش 2 او 2 اللي هو الهيدروجين بروكسيد بوجود انزيم اسمه سوبر اوكسيد ديسميوتيز. وبعد كده الهيدروجين بروكسيد اتحول لايه؟ لهايبوكلورس. الخطوه دي مش مهمه، بانزيم اسمه مايلو بروكسيديز. وهما الاثنين الهيدرو والهايبوكلورس والسوبر اوكسيد ديسميوتيز الاثنين بكتيريوسيدا الافكت، بيعملوا كلينج للبكتيريا. كده خلصنا اللي هي الجينريشن وعرفنا بيتكون ازاي. تمام، بعد كده خطوه الفورميشن. الفورميشن بتاع الفري راديكلز ازاي؟ ادي الفورميشن اهو. الفورميشن اوف فري راديكلز بيعتمد على العوامل. يعني ايه العامل بتاعها؟ معظم الفري راديكلز عندنا بتتكون بسبب عوامل خارجيه، اشهرها ضوء الشمس، الراديشن، البوليوشن، والسموكينج. دي كلها عوامل بتأدي او بتحفز تكوين الفري راديكلز. تمام، كل حاجه بقى لها حاجه مميزه، يعني نوع معين من الفري راديكلز زي السان لايت. السان لايت ليه نوع معين من الفري راديكلز، وهو ال 1 او اكسجين، هي 1 او اكسجين اللي هو سنجلت اكسجين اللي هو اكسجين فردي. تمام، دي السان لايت. طب لو اير بوليوشن، الاير بوليوشن بتزود، هتلاقي في برودكشن او الفري راديكلز عندها كتير، يبقى بتزود البرودكشن اوف فري راديكلز. طيب الراديشن النوع المعين، النوع اللي بتكونه الفري راديكلز بسبب الراديشن اسمه او اتش اللي هو هيدروكسيل راديكل. طيب السموكينج بيطلع انواع مختلفه من الراديكلز، هتلاقي في او اتش وهتلاقي في 1 او اكسجين، بيطلع انواع مختلفه. يبقى various forms of free radicals، وكمان بيبقى high concentration. يبقى اكتر حاجتين بيزود الفري radicals الاير بوليوشن والسموكينج. تمام، وهما الاثنين بيطلعوا انواع مختلفه من الفري radicals اللي لهم انواع معينه. السان لايت بيطلع اللي هو السنجلت اوكسجين، والراديشن بيطلع الهيدروكسيل اوكسجين، الهيدروكسيل راديكال اللي هو الاو اتش. طب كلهم الاخر شايفونه بيروح فين؟ ديت الدمج بتاع السيل، دي جزء من الدمج اللي هو بيروح يعمل دي ان ايه دمج، بيروح يكسر الدي ان ايه وبالتالي يوقف نشاط الخليه. تمام، طيب بعد كده خدنا الديفينيشن والجينريشن والفورميشن. بعد كده هناخد الايه؟ السكافنجر انزيم. السكافنجر انزيم عندنا اربع انواع من الانزيم. ايه هما؟ سوبر اوكسيد ديسميوتيز، وجلوتاثيون بروكسيديز، وكاتاليز دي تالت واحد، وجلوتاثيون ريدكتيز. تمام، يبقى الفري راديكلز اسكافنجر انزيم. الاسكافنجر انزيم عندنا كام؟ اربعه، سوبر اوكسيد ديسميوتيز، جلوتاثيون بروكسيديز، وجلوتاثيون ريدكتيز، والكاتاليز. طب تعالوا نشوف كل واحد ايه اهميته. اول حاجه السوبر اوكسيد ديسميوتيز ده هو نوعين، في نوع ميتوكوندريال ونوع سيتوبلازميك، يعني نوع في الميتوكوندريا ونوع في السيتوبلازم. الميتوكوندريال بيبقى محتاج عامل مساعد المنجنيز، يبقى منجنيز ديبندنت. طيب السيتوبلازميك بيبقى محتاج الكبر او الزنك، يبقى كبر ديبندنت او زنك كبر او كبر زنك ديبندنت. تمام، هنفتكر ازاي؟ هفتكر الميتوكوندريال ام، يبقى بيحتاج ايه؟ ام، يبقى منجنيز ديبندنت، يبقى الميتوكوندريال بيحتاج المنجنيز. طيب السيتوبلازميك سي بتحتاج الايه؟ الكبر سي برضو. تمام، طيب الجلوتاثيون بروكسيديز، الجلوتاثيون بروكسيديز ده بيعمل ريموفال للاتش 2 او 2، بس لو كانت سمول اماونت. تمام كده، يبقى لو سمول اماونت من الاتش 2 او 2 اللي هو الهيدروجين بروكسيد، مين اللي بيعمل لها ريموفال؟ الجلوتاثيون. طب لو كانت لارج اماونت، اللارج اماونت اللي هيعمل لها ريموفال الكاتاليز.
يبقى ال H2O2 لو كانت large quantities او large amounts مين اللي بيعمل لها removal؟ الكتاليز. تمام. طيب احنا كده خدنا 3 انزيمات سوبر اوكسيد ديسموتيز والجلوتاثيون بروكسيديز والكاتاليز. طب الجلوتاثيون ريدكتيز، الجلوتاثيون ريدكتيز ده بنستخدمه عشان نحول الاكسيدايز جلوتاثيون نحوله الجلوتاثيون، يعني نقلل عمليه الاكسيديشن او نظبطها او نقللها يعني. يبقى الاكسيدايز جلوتاثيون بيتحول بنعمل له ريدكشن بانزيم اسمه جلوتاثيون ريدكتيز. تمام. الجلوتاثيون ريدكتيز عشان يشتغل لازم نحتاج الناد بي اتش. طيب النات بي اتش عشان تتكون لسه واخدنا قبل كده بتحتاج ايه؟ بتحتاج جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز، صح؟ والجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز بتكون النات بي اتش من خلال ايه؟ الاتش ام بي شنط. فبيقول لك في مرض اسمه جلوكوز 6 فوسفات ديفيشنسي، لما ده يقل ايه اللي هيحصل؟ الاتش ام بي شنط مش هتحصل، يبقى مش هنكون النات بي اتش، والنات بي اتش مش هتتكون، يبقى الجلوكوز ريدكتيز مش هيتكون، الجلوتاثيون ريدكتيز مش هيتكون، يبقى مش هيحصل ريدكشن للايه؟ للاكسيدايز جلوتاثيون. العمليه ديت هتؤدي انه يحصل لايسيز للار بي سيز، الار بي سيز هتتكسر كتير، وما الار بي سيز هتتكسر ايه اللي هيحصل؟ هيؤدي الى هيموليتيك انيميا. تمام كده. يبقى كده خدنا السكافنجر انزيم، قلنا ان هم 4 السوبر اوكسايد ديسميوتيز، وقلنا نوعين ميتوكوندريال ده بيبقى مانجانيز ديبندنت، سيتوبلازميك بيبقى كوبر ديبندنت او زنك ديبندنت. بعد كده خدنا الكاتاليز بيعمل ايه؟ بيعمل ريموفال للاتش 2 او 2 بس لارج اماونت. طب جلوتاثيون بروكسيديز بيعمل برضو ريموفال للاتش 2 او 2 بس سمول اماونت. طب الجلوتاثيون ريدكتيز بيعمل ايه؟ بيعمل ريدكشن للاكسيدايز جلوتاثيون في وجود النات بي اتش. تمام. واحنا عارفين النات بي اتش بيتكون ازاي من ايه؟ من خطوات قبل كده. طب لو قلل الجلوكوز 6 فوسفات ديفيشنسي هيحصل لايسيز للار بي سيز هتتكسر كتير ويحصل ايه؟ هيموليتيك انيميا. تمام. العنوان اللي بعد كده الدامج بروديوسد باي رياكتيف اكسجين سبيشيز. تمام. اللي هو الفري راديكلز، يعني ايه هي الدامج اللي بيعملها اللي بتعملها الفري راديكلز؟ احنا قلنا حاجة ان هي بتروح على الدي ان ايه بتاع الخلية تعمل له دامج، بتكسر الدي ان ايه تبوظه، وبالتالي ايه؟ خلاص وقفت عمل الخلية. ممكن تروح على البروتين وتعمل له اكسيديشن، تروح على الليبيد وتعمل بري اكسيديشن برضو، ممكن بقى تروح على المصل برضو تعمل سيتوسكليتال دامج. يبقى هي بتعمل دامج لكل اللي حواليه، تروح للبروتين تعمل بروتين اكسيديشن، وعلى الليبيد تعمل ليبيد بري اكسيديشن، وعلى الدي ان ايه تعمل دي ان ايه دامج، وعلى المصل تعمل سيتوسكليتال دامج. طب بعد كده الكلينيكال سيجنيفيكانس، ايه هي الكلينيكال سيجنيفيكانس؟ ايه تاثيرها على الاورجانز اللي حواليها؟ على الكدني هتروح تعمل جلوموريونيفرايتس، ده لو زادت الكميه بتاعتها قوي. طب في الاي هتعمل ديجنريتيف راديكال ديجنريشن او كاتاراكت ميه بيضاء، او هتعمل ايه؟ ديجنريشن في الريتنا الشبكيه. طيب البرين هتعمل باركنسونيزم او الزهايمر او سكليروزيس، هتروح للهارت تعمل ايه؟ مايوكارديال انفاركشن، هتروح للفيزلز تعمل اثيروسكلروزيس، تعمل ايدجينج اللي هو الشيخوخه المبكره، هتروح وممكن احتمال كبير او الاشهر فيها ان هي تروح تعمل كانسر، او تروح على الجوينت تعمل ريماتويد ارثرايتس. يبقى ديت ايه تاثيرها؟ يبقى على الكدني او في البرين او على الهارت او الفيزلز او الجوينت، او تعمل ايدجينج او كانسر. تمام. طيب بعد كده الرول بتاع الانتي اوكسيدنت، احنا عندنا بتشتغل ازاي بقى الانتي اوكسيدنت اللي قلناها، او السكافنجر انزيم ديت نوع اللي هي انتي اوكسيدنت برضو، بتشتغل ازاي او ايه طريقه شغلها؟ هما طريقين، لا اما تعمل بريفنشن للانتي اوكسيدنت، لا اما تعمل تشين، لا اما تعمل تشين بريكنج انتي اوكسيدنت. يعني ايه؟ من الاسم بريفنشن انتي اوكسيدنت يعني بتمنع، يعني اللي هي بتمنع تكوين، او خلاص اول ما حست ان في حاجه هتتكون خلاص لا اوقفي مش هتتكوني. طب تشين بريكنج انتي اوكسيدنت اللي هي بتقطع عملها في النص، يعني هي اتكونت خلاص، اتكون شويه منها وقالت وهي مش عايزاها ايه تكمل او تعمل تاثيرها قوي فوقفتها. يبقى البريفنشن انتي اوكسيدنت بتعمل ايه؟ انهبت الانيشال برودكشن، يعني بتقلل او بتظبط بداية التكوين، يعني اول ما خلاص الفري راديكلز هتتكون هتوقف.
تمام. زي ايه؟ زي اهم حاجه الكاتاليز والايه والجلوتاثيون بيروكسيديز، الاثنين اللي بيعملوا ريموفال للاتش 2 او 2 تمام، الاثنين انزيم اللي بيعملوا ريموفال للاتش 2 او 2. طيب وايه كمان؟ وحاجه اسمها اديتا اللي هي اختصار لايثيلين داي امين تترا اسيتات. حلو. طب التشين بريكنج انتي اوكسيدنت، التشين بريكنج انتي اوكسيدنت اللي هي هتمنع البروباجيشن او هتمنع ان فري راديكلز كتير تاني تتكون او تاثيرها، يبقى انهبت البروباجيشن. زي ايه؟ زي السوبر اوكسيد ديسميوتيز او اليوريك اسيد. تمام كده. اخر حاجه بقى عندنا اللي هو الانتي اوكسيدنتس، امثله عليهم في امثله كتير، واشهر امثله زي الفيتامين اي، فيتامين اي، فيتامين سي، وفيتامين اي، والكافيين في صورة القهوة والشاي والحاجات دي، والسيريوبلازمين. طب ايه اهم حاجة بقى؟ الميجور انتي اوكسيدانت اللي هم السيستاين والجلوتاثيون والفيتامين ايه. يبقى الميجور انتي اوكسيدانتس هم ايه؟ السيستاين والجلوتاثيون وفيتامين ايه. كده خلصنا، بالتوفيق ان شاء الله.